السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أميرة المراكشية. اليوم غنحضروا رولي رائع بشكل جديد وحشو مختلفة. كيجي أكثر من رائع وكيجي مسفج وخفيف. هذا الرولي كيجي لذيذ لذيذ بزاف بواحد الشكل رائع، ضروري تجربوه. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنساوناش اضغطوا على زر الأحمر أبوني وديروا جيم وخرطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبه للمقادير تنحتاجوا 300 ملل ديال اللبن، اي حليب رايب ما يعادل 2 كيسان الا ربع. كذلك يمكن الناس تستعملوا الحليب ولا نستعملوا الياغورت الطبيعي. عندنا 60 ملل ديال الزيت، الزبده عفوا مدامه ما يعادل تقريبا 4 معالق. يمكن لنا نستعملوا كذلك نديروا الزيت، يعني 2 معالق كبار ديال السكر الخشن، اي سنينه، بيضه واحده، نص معلقه صغيره ديال الملح. هنايا الخميره ديال الخبز الا كان الحال بارد تنديروا معلقه كبيره، كان الحال سخون تنديروا نص معلقه كبيره. بالنسبه للدقيق عندنا تقريبا 500 حتى 600 غرام ديال الدقيق حسب الخليط، لان يمكن الدقيق كيشرب يمكن ما تيشرب. غنقول لكم بالضبط شحال في الاخير شحال استهلك ديال الدقيق. بسم الله نبداو على بركه الله. كنصبوا هاد البيضه على الشكل، كنصبوا اللبن. بالنسبه لي درت اللبن لان كيعطي واحد النكهه واحد الطراوه بالنسبه للعجين. كنصبوا الزبده مذابه، يمكن نعوضوها بالزيت. هنايا السكر الخشن، كنصبوا عليه الخميره، كنديروا القليل من الملح تقريبا نص معلقه صغيره، وتنمزجوا هاد المكونات. بعد ما مزجنا المكونات مزيان كنصبوا الدقيق. دائما كيف ما كنقول لكم بان الدقيق كنصبوا شيئا فشيئا وكنمزجوا. بعد ما جمعنا العجين صبح على هذا الشكل، استغرق لي تقريبا الدقيق، بقى هذا القليل تقريبا شي 20 غرام، هي 480 غرام ديال الدقيق. كيف ما كنقول لكم دائما الخليط حسب الدقيق. كنحاولوا نلكوها مزيان، بعد ما دلكنا العجين فانتوما كتلاحظوا جات رطبه وخفيفه. كنتركوا حتى تضعف العجين ديالها، كندير واحد شي زيت دقيق على هذا الشكل وكنغطي عليها. بسم الله. بالنسبه للمقادير الحشوه كنحتاجوا تقريبا 4 حتى 5 قطع تاع الفرماج بهذا الشكل مثلث، اللي بياخذ مربع ياخذ حسب الذوق. هنايا 4 معالق كبار ديال الزيت تاع الزيتون بهذا الشكل مقطع، لاننا غادي نطحنوه مع الزيت. الزيت كنحتاجوا كذلك 3 معالق السودانيه، فلفل حار تقريبا واحد القليل تقريبا نص معلقه، الزعتر كذلك قليل منه تقريبا معلقه صغيره. بسم الله. الان كناخذ هذا الزيتون باش نطحنو بالشكل، كناخذ تقريبا الزيت 2 معالق حتى 3، نطحنو ونشوف الى خصنا الزيت نعاودو نضيفوه. بسم الله. بسم الله. بعد ما طحنا الزيتون صبح على هذا الشكل، الان كنوضعوه في هذه الزلافه ونتركوا حتى نديروا العجين. بسم الله. الان بعد ما خمرت العجينه نحاول هذه العجينه نصرفوها. نحاولو نديرو قليل من الدقيق، نحاولو
نحاول الكرة على هذا الشكل وتنطقها تقريبا واحد جوج دقائق باش تسرح لينا مزيان. بسم الله، بعد ما نطيح العجين الان غادي نحاولوا نسرحوه. كنبقى نضيف واحد القليل من الدقيق باش ما تلصقناش العجينه بهذا الشكل ونسرحوها. بسم الله، كنسرحوها على شكل مستطيل، ما كتكونش رقيقه بزاف، تقريبا سنتيم سنتيم ونص. بسم الله، بعد ما سرحنا العجين هانتوما كتلاحظوا على شكل مستطيل تقريبا هنا 30 هنا 40. الان كناخذوا هذا الفرماج هو على الشكل كنبقاو باش نسرحوه، باش نسرحوا على العجين كاملو. الان غادي نحاولوا نسرحوه مزيان، ناخذوا حلقه نسرحوا، غنسرحوا فيه حتى يتسرح لينا مزيان. كما سبق ليا قلت لكم بان يمكن ديروا فرماج مثلج او ديروا الفرماج موزاريلا حسب متوفر عندكم. بعد ما صرحنا الجبن على هذا الشكل كنحاولوا نسرحوا هذا الزيتون كذلك، كيجي هذا الوصفه كتجي لذيذه 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 بزاف وبنينه. الزيتون حتى اللي ما تياكلو اللي ياكلو بهذه الطريقه. بعد ما صرحنا الزيتون الان كناخذوا هذه السودانيه، هو بالنسبه لهذه السودانيه يمكن اختياري ولكن كتجي البنه لذيذه، اللي ما بغاش يديرها بحال اللي كيبغيش ولادو ياكلوها ملي، وكنرشوه درشيشات يمكن نستغنى عليها. بعد ما درنا السودانيه اي فلفل الحار كناخذ هذا الزعتر وكنحاولوا نحكوا بالمتيه على هذا الشكل، كن نديرو العجين كناخدو كذلك نفس الشكل. هو يابس صغير كيطحن، بسم الله. الان كنبقاو كنلويو على هذا الشكل، كنلو كنقدو العجين. بسم الله، بعد ما صايبنا هاد الحربول الان غنقطعو بالسكين ولا بالخيط اللي حسب الرغبة ديال اي واحد. كنقطعو حتى العسل اللي بغيتو هكدا، اما غليظ اما رقيق. كيجي هاد الشكل واللي صايبناه كنوضعو في الطبق، كنحاولو حيت تنوضعو كنحلو على هاد الشكل، كنبقاو مستمرين تنكملو الكل. بسم الله، بعد ما شكلنا الرولي ديالنا كنحاولو نسرحوهم غير بعض الشيء غير شويه، كنديرو يدينا بالدقيق حيت فيهم الفرماج باش ميلصق لينا. كنسرحوهم على هاد الشكل، مكنسرحوهمش بزاف. كنتركم تقريبا هي 3 دقائق 4 دقائق من بعد تندهنوا بالبيض وكندخلوا من الفران. الفران سبق لينا سخناه تيكون سخون، وكنبقاو مستمرين حتى نكملوا الكل. الان تركم تقريبا 3 دقائق 4 دقائق وندهنوا بالبيض وندخلوا من الفران. بسم الله، كناخذوا صفار البيضه جماعه كبار ديال الحليب وكنلجوا هاد المكونات مزيان، كنبقاو كنضربوه مزيان باش ندهنوا به العجين ديالنا. الان غادي ندهنوا بسم الله على بركه الله بهذا الشكل، كنبقاو ندهنوا الكل حتى تنكملوا. الان كندخلوا هاد الرولي المالح للفران، الفران سبقنا ساخن تنتركم حتى تيطيبو، كنرقم مابقاش عليهم العافيه من التحت حتى تيطيبو مزيان، عاد من بعد تنحمرو من الفوق كنبقاو نرقمهم. الشكل النهائي ديال الرولي بالزيتون والفرماج كيجي على هذا الشكل،
كيجي خفاف ولذاذ بزاف ومسفجين. كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم، هيجربوهم وبارطاجيوهم مع اصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.